هو رياضة الجري، بحكم أنه أنا كنت يعني سريعة في المدرسة. ما أتذكر يعني متى، يعني من أي صف، يعني يوم من الرابع أو الخامس، ما أتذكر بالضبط. أول سيارة كانت رفور، لو لونها برتقالي بعد، مش ما أدري شنو كنت أفكر فيه. يعني ما أتذكر متى بالضبط، سنة كم يعني ما أتذكر، بس من زمان زمان، يعني توني ماخذ الليسن. كنت أول مرة سافرت في حياتي وركبت أول مرة طيارة، كنت رايحة دبي في مساحية نبيكم ويانا نخرج القفص. طبعا سويت لهم الهوليلة في الطيارة، لأن أول مرة أركب طيارة كنت. أول مرة مثلت مسلسل خليجي كان في السعودية، مو دمعة حزن، لا دمعة حزن، إيه دمعة عمر، دمعة عمر كان. ما مالي في الرياضة، كلش مالي في الرياضة. أول راتب استلمته بحكم أنه أنا بس كفنانة، يعني شغلتي مال مسرحية الملك والملك، كان 50 دينار وكان دور جارية. كان دور جارية الملك والملك، يعني واحدة من الجواري كنا. أول دور مثلته صج على المسرح، يعني تبي أول دور مثلته في مسرحية آمنة، كان شخصية عيوز، دور الأم، كنت أم سعد البوعينين.